أجدد تحية بكم مشاهدينا الكرام، أنتم الذين تتابعوننا في هذا العدد الجديد من برنامجكم نيو ميديا، وأرحب بكل من التحق بنا للحظة لمتابعتنا في هذا العدد الجديد، حديثنا وحوارنا على وضع الإعلام الجزائري، التحديات والرهانات وأي مستقبل لإعلام جزائري كثرت فيه القوانين وكثرت عليه النظريات وأصبح الصحفي يتهم على أنه صحفي. خليني نوصل معك أستاذ الشريف، الصحافة بين البارح واليوم يتكلم أستاذ علي جري وفي عينه لمعة وكأنه يحن إلى الماضي رغم الظروف القاسية اللي كانت تعيشها الجزائر أيام العشرية السوداء، إلى أنه يقول لك أنه وكأنه أراد أن يقول أنه لاج دور، يعني السنوات الجميلة للصحافة في الجزائر. وصلنا إلى 2019، اليوم نتكلم على 2019، في تطوع تكنولوجيا، يعني كاين كل شيء، يبقى الصحفي في الجزائر يعيش حياة قاسية. ما تعليقك أنت ك أولا بالنسبة لقطاع الصحفة، الأزمة التي يعاني منها القطاع الإعلام يعني ليس استثناء، هي أزمة عالمية. الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق 2007-2008 أثرت على الاقتصاد العالمي، ليس الاقتصاد الحقيقي، لأن الاقتصاد العالمي يعني هناك مقدمات أريد أن أؤكد عليها حتى أصل إلى بيت القصيدة. الآن خصوصية الاقتصاد العالمي هو هيمنة ما يسمى المجال المالي، لاسفير فينانسيير. إذا كانت هناك أزمة مالية فإن تداعياتها على جميع القطاعات، على قطاع ما يسمى الاقتصاد الحقيقي، الصناعة، الزراعة وما إلى ذلك. من يتحكم في الاقتصاد العالمي هي المؤسسات المالية من بنوك وغيرها، وهذه المؤسسات تتحكم حتى في المؤسسات الإعلامية. بمعنى عندما تضررت القطاعات الأخرى، كان من بين الذين تضرروا كثيرا هي المؤسسات الإعلامية، بعض القنوات أغلقت، بعض الجرائد أغلقت. لماذا؟ لأنه مالكي هذه الوسائل هم من بنوك ورجال أعمال وما إلى ذلك، اضطروا إلى أنهم في إطار ما يسمى التحكيم بين الاخر انهم يضحوا بالقطاع الذي يذر يعني الاقل ارباح، لانه خصوصيه الاقتصاد الاعلام يعني الربحيه هي طويله المدى نوعا ما، ليس كمنتوج باسم يقول لك انا جريده كما يقال بالفرنسي سكون ابل ان برودوي دو فلو سي با برودوي دو ستوك، حاجه ما تقدرش تخزنها المعلومه، المعلومات تتجدد. هذا من جهه. الجزائر لم تكن استثناء، لانه القطاعات التي تضررت اولا قطاع السيارات، قطاع الهواتف النقالة، وقطاع الصناعات الغذائية. هذه القطاعات الثلاثة عندما تضررت تراجع الإشهار، عندما يتراجع الإشهار ينعكس ذلك سلبا على المؤسسات الإعلامية، بمعنى أن البعض تغلق، خاصة أن معظم المؤسسات تعاني من مشاكل مالية، ديون لدى المطابع باستثناء بعض الجرائد الكبرى التي تمكنت من إنشاء مطابع خاصة، ندرة في الأشهار. عندما تكون هناك ضائقة مالية تؤدي إلى تسريح للعمال وصعوبة التوظيف، إلى درجة أن وصلنا إلى وضع الصحفي إلى ما يسمى بالفرنسية بريكاريزاسيون، يعني أميتي بريكا، يعني ما يحدث الآن لمجمع الوقت جزائر تي في جزائر نيوز، نلاحظ أن هناك بالأسباب المالية هذا المجمع يضطر إلى الغلق. هذا يجد أن الآن ما يسمى فرص التوظيف في الصحافة يعني أصبحت نادرة. النقطة الأخرى هو أنه في الدول الأخرى التكنولوجيات الجديدة أثرت حتى إلى درجة أنه بعض الصحف الكبيرة وحتى بعض القنوات أصبحت تعتمد على ما يسمى الذكاء الصناعي الانتليجنس الارتيفيسيال، حتى أن هناك ما يسمى برمجيات تطبيقات إعلامية هي التي يقول لك ما يسمى روبوت جورناليست. فاينانشال تايمز في واحد 5 إلى 6 سنوات اضطرت إلى تسريح 100 أو 150 عام لأنها استخدمت هذه التطبيقات. بعض التلفزيونات، قناة الجزيرة مثلا، قناة الجزيرة وحتى بعض القنوات التلفزيون العالمية، أن تلقى أنه مقدم اسم الأحوال الجوية هي عبارة عن برنامج وليس مذيع. الآن هذه التحديات التكنولوجية أرغمت هذه الوسائل الإعلامية إلى تبني
نموذج تسييري جديد، نوفو مانجمنت، نوفو مانجمنت، يعني نحن امام نموذج اقتصادي جديد. الان في الجزائر المؤسسات الاعلاميه لم تتمكن ربما بعض منها ان تواكب هذه التحولات الجديده، وانها عوض انها تقول اننا الان خاصه الصحف الورقيه نحن مهددون، خاصه الان المعلومه تتدفق، حتى القنوات التلفزيونية تعاني من منافسة شرسة من الوسائط الاجتماعية، شبكة التواصل الاجتماعي، صحفي المواطن، صحفي المواطن وما إلى ذلك. يبقى الآن ما الذي قامت به هذه المؤسسات الإعلامية لمواكبة هذه التحديات؟ هل خصصت برامج وميزانيات للتكوين المستمر؟ لأن الصحفي الذي يخرج من الجامعة لا تنتظر أنه يكون صحفي متمرس يملك تجربة ويتحكم في جميع التكنولوجيات، قد يتحكم لكن تنقصه التجربة. الصحفي المتمرس يعني أتذكر أنه التجربة الصغيرة في الصحافة منذ أكثر من 20 سنة، الشعار هو أنك أن تكون يكون لك الحق أن تقول أنك صحفي 10 سنوات فيما بعد. ديزون أبري يقول لك فوزافي دروا دو دير كو فوزا جورناليست. الآن راك صحفي مبتدئ. طيب خليني افتح قوس أستاذ ونكملوا في نفس الفكرة. الكلام عن الأستاذ علي جري، بما أنك إعلامي وصحفي ومدير سابق لقناة كي بي سي وجريدة الخبر، يتخرج طالب من الجامعة أو من المدرسة العليا للصحافة ويخرج يحوس على خدمة، حاب يرجع صحفي، أول شرط لابد أن يكون عنده تجربة. خليني نكون لسان حال هذا الطالب، وأنا في يوم من الأيام قلتها وأنا أطرق باب أبواب المؤسسات الإعلامية، ما نقدرش ندير تجربة إذا ما تدخلش عندكم باش ندير هذه التجربة. يعني في الجزائر هذه المعادلة هذه باش نكونوا صحفيين ونطلعوهم أعلى يعني على الأسس سليمة في الجزائر، باش تدخل تخدم عندنا تكون عندك تجربة. هل ترى هذه ماشي إشكالية ونحطها ك obstacle يعني كإعاقة لمباشرة الطالب الجامعي في العمل؟ أنا أعتقد هذه نربطها بواش قال الدكتور فيما يخص المؤسسة الإعلامية. شي اللي قاعد تكلم عليه وإيفونتيالمون التجربة، حنا تاعنا في الخبر كانوا ديستاج، يديروا ديستاج ومن بعد إيفونتيالمون كاينين صحفيين يبرزوا يعني يشوفوا هذيك الطينة ونحكموا من الصحفيين هذوك يعني. هذا ما يقدر يكون، أو علاش نرجع دائما على المشهد الإعلامي إلى يومنا هذا؟ هذا ما يقدر يكون إلا في مؤسسات إعلامية أيضا اللي عندها استراتيجية، عندها رؤية، عندها إلى غير ذلك. مع الأسف احنا أغلبية التجارة في الجزائر لهنا بعض الاستثناءات حتى ما نذكرش ما هيش مؤسسات إعلامية. علاش؟ أنا نقول مش لا ما هيش مؤسسات إعلامية، مع مشاريع ينقورة تجارية بحتة يعني بنظرة يعني ما هيش مؤسسات. كي نقول مؤسسات إعلامية سواء في القطاع السمع البصري أو في القطاع تاع الصحافة، نقدر نقول كثير منها اللي ما زالت في مستوى التعاونية يعني في مستوى التعاونية الصحفية لا أكثر، يعني ما عندهاش نظرة، ما كانش الديفلوبمون، يا با إن فيزيون، يا با إن استراتيجي لا غير ذلك. ولا بريف نشوفوا كثير من العناوين ما زالت تسير وما زالت في الوضع اللي خلقت فيه في التسعينات. يعني فوالا سي اوسي سامبل كو سا. دونك هذا الشيء اللي قاعد تتكلم عليه ما يقدر يكون الا توطافي مؤسسات اعلاميه تسير وفقا، لان المؤسسه الاعلاميه الجريده فليكن جريده ما تقدر تتطور وترتكز الا في مؤسسه اعلاميه اللي عندها هذه الاستراتيجيه باش تطور ايضا في ايفونتيالمون لو كان احنا تاعنا في الخبر، مركز دراسات، المطبعه، الى غير ذلك الى غير ذلك. بالنسبة للأوديوفيزيال، بالنسبة للسمع البصري، هذا شيء آخر. بالنسبة سوى قاعد نحكيه على قضية اللي اليوم ما كان حتى قناة جزائرية، يعني ما فيش مؤسسة جزائرية اليوم، ما فيش تلفزيون الجزائرية اليوم. لي جورناليست اليوم راهم يسون ريكريتي في دي بوا دو برودكسيون دو كومونيكاسيون سارات لا. دونك صادير اوني اون دور دو لونتربريز دو بريس ديجا. وقاعدين نتكلموا على اشياء مثل هذه ما اعتقدش. وبالتالي جوكرواك اليوم القائمين على هذه القنوات جوكرواك سي الهم نتاعهم سي بليطو لو كوتيديان يروح وروح. دو فاسون اون با ديفلوبي وحنا في وضع غير قانوني
و ديفلوبي كوا اون رياليتي تي فوا انا كصحفي كنسمعك انت يا ديفلوبي واش ديفلوبي في الصحافه خليني نطرح لك سؤال ماشي لزمنا باش تكون عندنا صحافه يعني في قداها في الجزائر يعني صحافه لاباس ما تقدر تكون صحافه حره يعني وكنقول مستقله احترافيه باش حتى لان الاستقلاليه ما تقدر تكون صحافه حقيقيه اللي في دوله قانون في دوله مؤسسات في دي سيباراسيون دو بوفوار في لا ليبرتي دي ريال مود اكسبريسيون ايتترا ايتترا ما تقدرش تكون صحافه مهنيه في مجتمع غير حر ما تقدرش تكون حره في مجتمع غير حر ما تقدرش تكون صحافه قويه في مجتمع وانا هذه تو سامبلومون رانا جزء من هذا المجتمع وجزء من هذه المنظومه هذه ناكد عليها ونكون فوا ما تقدرش تكون هذه الصحافه ممكن تكون اراده اشخاص ممكن دي جورناليست دي بون جورناليست دي زيكسلون جورناليست واحد شوف في كل في القنوات دي زيكسلون جورناليست دي جين اكستراودينير في لكن حبيت نقول ما نقدروش نرتقي ريال مو باش تكون صحافه يعني ها اللي تلعب الدور ريال منتحه كسلطه مضاده يعني صح ككل المجتمعات الاخرى الا عندما يكون هذا الكل هذه الحاجه الاولى ثم ثانيا على مستوى القطاع ما تقدرش ايضا تكون الا عندما تكون ضوابط وتكون قوانين تنظمها والى غير ذلك لو كان ما تكونش هذه سي توجور عندنا توجور دون لا ناشي ما كانش قوانين واش قوانين تقول لي قانون الاعلام قانون الاعلام راهو مجمد عمليا راهو مجمد قانون الاعلام راهو مجمد انا جايك الدكتور تكلم على الاشهار حنا الاشهار مرتبط بالاقتصاد دون با ماش راح نولي ليه هذاك حنا الاشهار راني نقول لك يعني تجربه انا نهضر ربما الدكتور هذا كان نهضر من جانب الممارسه يعني العملي حنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاشهار عمره ما كان عندنا اشهار في الجزائر ما كانش هذاك في الاشهار من بكري اتذكر جيدا كانوا حوالي 60% سيتي الجماعه لي زوبيراتور تاع التليفونات فوالا واحد 20% ولا لي كونسيونير دو فواتور و فوالا كلكو اغريمونت اغرو اليمونتير شويه هكذا وعندك حمود بوعلام واكس ويغريك في رمضان هذا واش 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 بيبليسيتي عندنا حنا دوك زادنا القهوه وزاد القهوه اكزاكتو واش واش من بيبليسيتي عندنا لو مارشي بيبليسيتي مرتبط ايضا بالاقتصاد بالتنوع بالمنافسه الى غير ذلك كل شيء هذا غير موجود مع الاسم الجديد ومع ذلك انا جيك انا ومع ذلك نعم يبقى الاشهار داكور مي يبقى الاشهار اللي يبقى الاشهار كاداه اليوم جستوما اننا نحبوا نخليوا اللي نحبوا نخليوه هذه هي المشكلة ولهنا ندخلوا في الولاء وندخلوا أن الصحفي ما يقدرش ريال يمارس المهمة المهنة نتاعه باسكو كاين مالك اللي عنده دوتر كونترينت اللي ما يقدرش وروح فوالا مع ذلك هذه هي الحقيقة لاننا سانكسيون حنا لو كاتعنا يعني ماهوش ماشي با ماهيش ماهوش ماهوش هذا هو ربما باش نتكلم حنا على غلقنا في كابيس واش غلقونا باش غلقوا علينا كلش حنا نهار درنا ما عندناش مصادر تمويل درنا كي درنا لي بريفيزيون تاعنا درنا على اساس من الخبر باش تسلف يعني اون رياليتي سي ان فينونسمون مي في الواقع سلفيه في الواقع بور 5 ans لي نورما ببري اونتر 5 ans 7 ans بور لوديفيزيال هكذا حنا بور 5 ans لان الجريده كانت تسحب مليح الاشهار بليزيموا الخاص كان لاباس الى غير ذلك ومن بعد غلقوا علينا الاشهار المقروئيه ايفيكتيمون تراجعت حنا كنا نسحبوا سحبنا حتى 1,200,000 نسخه كانت لا موين سيتي 600,000 نسخه كي من بعد الخبر ما قدرش يسيبورتي يمين دوريان بالكش لي جون على بالهمش هذيك التجربه المتواضعه اللي حاولنا بامكانياتنا المتواضعه قدرنا باش يعني حطينا ابيبري موين دو 100 مليار دو سنتيم في النهايه لكن كون مع الناس مصادر تمويل واحده اخرى ما لقيناش واش نديروا ضربنا في النهايه مع الاسف يعني غلقنا تو سامبلومون وش سي لو كا اجوردي صادير تاع 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 الجماعه تاع الجزائر تي في تي تري سي مالور لان الصحافي في الواقع الشيء اللي قلت له الجزائر الصحافي انا ماشي مسؤوليتي انا نحمل مسؤوليه الدوله هي اللي راحت فتحت المجال في ظروف في الظروف هذيك هي اللي فتحت المجال لحساباتي ما حساباتي السياسيه حساباتي الى غير ذلك وشفنا ونعرفوا كم كيف تمت عمليه فتح واليوم كي تفتح كاينين الناس ما نحبش نولي لورا كيفاش وعلاش المهم داروا هاد القنوات الى واليوم تجي انت الجورناليست اللي يعني جو ميكسكيوز ما نقولش مسكين ستادير اللي جاي باش يروح يخدم في قناه ومن بعد اليوم تجي مسؤوليته واش الصحفي ومسؤوليته واش التقني مسؤوليته واش العامل هذاك البسيط واش مسؤوليته انت اذا الدوله في وقت ما قررت ان تفتح المجال هذا اليوم مع العلم أن طريقة الفتح كانت يجب أن توصل اليوم للنتيجة هذه وقلناها في تلك الفترة الشيء اللي خلانا مثلا تجربة نحن في الخبر نكونوا آخر من نلتحقها
لماذا التحقنا احنا الاخرين؟ باسكو كنا نتمنى ربما كنا نحلم على اساس اننا نفتح في اطار قانون جزائري على الاقل اللي يضمن لك حقوق وواجبات، وعلى الاقل عندك على الاقل امكانيات الطعن الى غير ذلك. مع الاسف الشيء هذا كما كانش النتيجه تاع، وانا زين نقولها تبقى هكذا يخلقوا كامل، ما تقعد حتى واحده ما تكسرش راسك ان شاء الله. لا بالطريقه هذه ان شاء الله سي اون برون با لا ديسيزيون، لا نفهمك ما نقدروش ما كنفهمك. يعني انا الاوان صحيح، انا الاوان لكي نخمموا في الإعلام والصحافة، لأنه فعلا أستاذ أنا برك البارح تبعت لي وحدة تقول لي أنه في آخر الشهر تروح تبعث لابين تحل دارهم وتعيش دارهم، وتقول لي يعني خايفة يغلقوا المؤسسة الإعلامية اللي تشتغل فيها. معليش خلينا نوصل معك أستاذ دريس شريف. يقول لك أوسكار وايلد يقول لك في أمريكا يحكم الرئيس لأربع سنوات بينما الصحافة تحكم للأبد، في رأيك ما هو مستقبل الصحافة في الجزائر؟ شوف يا سيدي الكريم، عندما نتحدث عن الصحافة لا يجب أن نعزلها عن القطاعات الأخرى. يعني ربما يعني لا أقول من ليس من الإنصاف أننا نحمل النظام السلطة السياسية في 20 سنة أكثر من نحو، وإن كانت لها مسؤولية كبيرة. المشكلة تعود إلى أكثر من 50 سنة من ممارسات تسلطية. لكن الآن في العشرين سنة الأخيرة الأمور يعني تسارعت وصلت إلى وتيرة. عندما تتحدث عن الصحافة والأستاذ علي الجري وضع اليد على وضع الأصبع على الجرح. يعني من حيث أول الممارسات، من حيث الاحترافية، من حيث الحوكمة، الجانب الاقتصادي. قيس هذا على قطاعات أخرى، الرياضة، النوادي الرياضية، بعض المؤسسات الاقتصادية، الجمعيات وما إلى ذلك. وأننا نحن وصلنا إلى درجة أننا خلقنا منظومة جماعية، منظومة سياسية تفرعاتها لا تحكمها ما يسمى آليات وضوابط الدولة الحديثة. من عقلنا تسيير عقلاني، حوكمة يقوم على ضوابط معينة. الصحافة مؤسسة إعلامية هي مؤسسة اقتصادية، صحيح. النادي الرياضي، نادي كرة القدم، هو مؤسسة اقتصادية. المؤسسات الاقتصادية عموما هي مؤسسات اقتصادية. إذا كان هناك اقتصاد سوق له قواعد معينة، قانون العرض والطلب، هناك شفافية، هناك ضبط، نترك السوق هو ضبط، هناك مؤسسات وهيئات تقوم بسن قوانين ومعايير يحتكم بها. لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، عندما نتحدث الآن عن المؤسسات الإعلامية باختصار أستاذ، باختصار مؤسسات إعلامية، المشكلة المؤسسات الإعلامية الظروف التي أنشئت فيها خاصة القنوات الخاصة، يعني ظروف أنشئت لأسباب ليس سياسية، أسباب سياسوية، أسباب لها علاقة بالحفاظ بالسلطة ولا بناء منطق دولة لها بعد استراتيجي. هذا أولا. ثانيا الآن من حيث التمويل، من حيث التوظيف، من حيث التكوين، ومن حيث المعروض ما يسمى المحتوى سكون أبل لو كونتوني ميدياتيك بروبوزي، هذا يطرح العديد من الإشكاليات ومن التساؤلات حول المغزى من إنشاء هذه المؤسسات وما أريد لها. المؤسسة الإعلامية تدخل في إطار ما يسمى بناء دولة القانون، الوصول إلى تحكيم التناقضات وفض النزاعات داخل المجتمع بطريقة سلمية وبناء احتكام المؤسسات. ما حدث في 20 سنة الأخيرة وهي إسراع لوتيرة ممارسات قادمة هو نزع كل ما هو مؤسسات ما يحدث الآن في بعض المؤسسات الإعلامية تعاني من مشاكل رهيبة. قانون الإشهار يعني من بين ما يسمى علامات تشير هذا المرض للديسفونكسيون، أنه الإشهار، ثمن الإشهار في جريدة تكلفتها أكبر من ما هو في 30 ثانية في مؤسسة إعلامية. في حين أنه في القواعد العالم في اقتصاديات الإعلام عبر العالم الدعامة تحدد ما يسمى الأخر، أنه قانون الإشهار يعني في سوق الإشهار في الجزائر حوالي شحال 200-250 مليون دولار في السوبر بول في ليتازيني ساعتين يديروا. يعني هذا الآن يعني إذا أردنا أن نجد حل
ما مشاكل الذي يعاني منها الصحف والإعلام، الحل له علاقة بالمنظومة السياسية بأكملها. للأسف وصلنا إلى نهاية هذا العدد، سنعيد فتح هذا النقاش. شكرا جزيلا لك دكتور إدريس الشريف، أستاذ ومحاضر بالمدرسة العليا للصحافة. شكرا جزيلا أستاذ علي جري، مدير قناة كي بي سي سابقا وجريدة الخبر. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذا العدد. قبل أن أختم أريد أن أقول أني صحفي أحلم بإعلام جزائرية مستقل، إعلام جزائرية أنا منها. في خير، نلتقي في العدد القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.